مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اكيد اشتقتوا لمحمد عيسى، انا اشتقت له كثير. حبيبنا الاسبوع الماضي كان مشغول لكن رجع لكم كما وعدكم يكمل موضوع الكتاب اللي اخترناه او اختاره هو صراحة، اللي هو حارسة الظلال دون كيشوت في الجزائر للكاتب الجزائري واسني الأعرج. بس بدي أذكركم سريعا شو موضوع نادي الكتاب للي بيحضروا أول مرة. نادي الكتاب هو نادي للأصدقاء والأحبة متابعين كنار، بنحط كتاب كل أسبوع في مكتبة كنار اللي موجودة أونلاين. أنا هحط لكم اللينك برضو في المكتبة عشان اللي ما قرأ الكتب السابقة كلها بيقدر ينزلها PDF، بيقدر يقرأها على راحته. وحنحط طبعا، حنحكي في نهاية هذه الحلقة عن الكتاب المقترح للحلقة القادمة وبنناقشه مع الجمهور. دائما بنحب تفاعلكم، إذا في حدا قرأ الكتاب ومتأثر فيه كتير وحابب يطلع معنا، يا بتواصل مع الأستاذ محمد أو معاي مباشرة أو مع القناة، بيحكي أنا والله عجبني هذا الكتاب وحابب أطلع أحكي رأيي فيه. هذا هو الهدف، إنه إحنا نجمع تفاعل. الناس حول الكتاب. محمد بنتقي كتب رائعة، بحاول إنه يكون في انتقائه متشكل أول إشي الأجناس أو الدول العربية من دول مختلفة. اخترنا من سوريا، من العراق، من المغرب، من الجزائر، من مصر، من السودان، وهلم جرى. يعني بنحاول إنه نكون من باقي الدول اللي حوالينا، يعني بحيث إنه نقرأ نعرف شو الثقافات أحيانا المختلفة، بالضبط. وبرضه طرق الكتابة. يعني في كتاب كان في وصف شعري أكثر، في كتاب في وصف للمكان أكثر، في كتاب كان رومانسي شوية. يعني اختلاف الكتب برضه بتعطينا توسع في الفكر. اليوم طبعا أنا بدي أترك المايك لمحمد يتكلم عن الكتاب اللي اخترنا إياه، وبشكره كثير على وقته وعلى جهده في التحضير، لأنه هذا شيء كبير طبعا أنه يحضر الكتاب السابق والكتاب اللي بعده. أهلا وسهلا فيك محمد. تحياتي لك عزيزي جمال، وتحياتنا للمتابعين كنار تي في صوت العرب من كندا. ومثل ما تعودنا احنا دائما من نناقش الكتاب، اولا ننطي فكره عن خلفيه الكاتب. نعم. شنو الكاتب، شنو منجزه، منين هو، مواليده، وهذه الامور الاخرى، الجوائز اللي حصل عليها وهاي الامور. فنبدأ بهذا الموضوع، نحكي على الكاتب وسيني الأعرج، كاتب جزائري ولد في الجزائر في 8 أغسطس 1954 بقرية سيدي بوجنان الحدودية مدينة تلمسان. يشغل اليوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. طبعا يكتب باللغتين العربية والفرنسية، ويعتبر من أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي، إن لم يكن أهمها على الإطلاق. وعلى خلاف الجيل التأسيسي الذي سبقه، تنتمي أعمال واسيني الذي يكتب مثل ما قلنا لغتين العربية والفرنسية إلى مدرسة الجليلة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت في الكتابة، بل حتى تبحث دائما عن سبلها التعبيرية الجديدة والحية بالعمل الجاد على اللغة وهز يقينياتها. أن اللغة بهذا المعنى ليست معطى جاهزاً ومستقراً، ولكنها بحث دائم ومستمر. وقوة واسيني التجريبية التجديدية تجلت بشكل واضح في روايات أثارت جدلاً واسعاً نقدياً كبيراً، وتدرس اليوم في العديد من الجامعات في العالم، منها الليلة السابعة بعد الألف بجزئيها رمل الماية والمخطوطة الشرقية. طبعاً أنا كنت حاب يعني اقترح كتاب المخطوطة الشرقية ورمل الماية، بس لأنه احنا قلنا نختار الكتب العدد صفحات قليل لأنه عندنا مدة أسبوع، فاختارنا هذا الكتاب الثاني اللي هو لا يقل أهمية عن الكتابين اللي ذكرناهم، هي رمل الماية والمخطوطة الشرقية. في هاي الروايتين، رمل الماية والمخطوطة الشرقية، حاور فيهما ألف ليلة وليلة، لا من موقع ترديد التاريخ، يعني مثلا بالعربي هاي يقول لك مثلا إعادة لما كتب، وإنما من هاجز الرغبة في استعداد التقاليد السردية، لأنه يقول ألف ليلة وليلة هي المنهاج الأساسي لكل كاتب عربي، إن لم يكن كل كاتب أجنبي طبعا.
ما تحويه من أساليب تقنية، من أفكار، من فلسفة، من أشياء تعتمد عليها آليات كتابة الرواية. هاجس الرغبة في استرداد التقاليد السردية الضائعة وفهم نظمها الداخلية التي صنعت المخيل العربية في غناها وعظمة انفتاحها. عند كثير من الجوائز حصل عليها الكاتب وسيم الأعرج. سنة 1997 اختيرت رواية حارسة الظلال ضمن أفضل 5 روايات صدرت في فرنسا، ونشرت ونشرت في أكثر من 5 طبعات متتالية، بما فيها طبعة الجيب الشعبية. وهذه طبعة الجيب مشهورة جدا في فرنسا، لأنه يخليه بجيب الكتاب ويقرأ بالمترو، يقرأ بالسيارة. صغيرة بالأصغر. أوكي. صغيرة. أغلب كتبها طبعت بالكتيب وكتاب عادي. حصل في سنة 2001 على جائزة الرواية الجزائرية على مجمل أعماله. في سنة 2006 على جائزة المكتبيين الكبرى عن روايته كتاب الأمير، التي تمنح عادة لأكثر الكتب رواجا واهتماما نقديا في تلك السنة. يعني بمعنى آخر أنه روايته كتاب الأمير حصلت على اهتمام نقدي كبير عام 2006، مما أهلها أن تأخذ هذه الرواية، هذه الجائزة، عفوا جائزة المكتبيين الكبرى. في سنة 2007 حصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب. سنة 2010 على الدرع الوطني لأفضل شخصية ثقافية من اتحاد الكتاب الجزائريين، وكذلك على جائزة أفضل رواية عربية عن روايته البيت الأندلسي، أفضل رواية عربية طبعا في الجزائر. حصل في سنة 2013 على جائزة الإبداع الأدبي التي تمنحها مؤسسة الفكر العربي ببيروت عن روايته أصابع لوليتا. شوف احنا إذا نلاحظ من كل الجوائز ما أخذها، من نستعرض هذه الجوائز أنه الجوائز ما أخذها على كتاب واحد، على كتب مختلفة، روايات مختلفة، والجوائز أخرى حصلها على مجمل أعمال الأدبية. طب محمد، بس سؤال سريع، يعني الجوائز الأدبية هاي هل بترشح لها الكتب أو الروايات من قبل الكاتب نفسه أم الناس اللي بترشح؟ دور النشر. أوه أوكي. دور النشر هي اللي ترشح الكتب. طبعا يعلنون عن الجائزة ويعلنون عن شروطها، ودور في كتاب يطبعون الكتاب على حسابهم الشخصي، هذول بهاي الحالة يقدمون بشكل مباشر. أوكي. عنده أعمال هواية كثيرة، وطبعا هو غزير الإنتاج. رواية البوابة الحمراء سنة 1980، ورواية البوابة الحمراء وقائع من أوجاع رجل، ورواية طوق الياسمين وقع الأحذية الخشنة. طبعا أغلب رواياتها فيها عنوان ثانوي، أقول عنوان كبير للرواية وعنوان ثانوي، كما في روايتنا اللي راح نتحدثها، اللي راح نتحدث عنها، حارس الظلال، والعنوان الثانوي لها دون كيشوت في الجزائر. نعم. رواية ما تبقى من سيرة الأخضر حمروش سنة 1982، رواية نوار اللوز، رواية مصر أحلام مريم الوديعة، رواية ضمير الغائب، رواية الليلة السابعة بعد الألف اللي حكينا عليها، وقلنا هذه الكتاب يعني رواية جدا مهمة وحازت على جوائز وترجمت ويعتمدوها في الجامعات بالدراسات، رواية سيدة المقام، رواية حارس الظلال، وذاكرة الماء، ورواية مرايا الضرير، باريس طبعة فرنسية، كثير أعمال عنده، رواية شرفات البحر الشمال، مضيق المعطوبين، رواية كتاب الأمير، رواية سوناتة لأشباح القدس، بيت الأندلسي من دار الجمل، رواية جملكية العربية، رواية مملكة الفراشة، كثير أعمال عنده. محمد، في سؤال إجا من لما وأتوقع أنه في محله الآن، ليش كل رواياته إلها عنوان ثاني؟ في سبب معين ولا هو طريقته هاي؟ هي مو كل الروايات، ولكن هو موضوعة الرواية تفرض عليه هو أو كأسلوبه هو يختار لها عنوان فرعي. طبعاً هذا العنوان الفرعي يوديك للرواية دايركت. هسه احنا من قرينا دون كيشوت في الجزائر، صار عندنا تصور انه اكو شخصيه اسمها دون كيشوت او شخصيه مقاربه لدون كيشوت موجوده في الجزائر، سواء كانت جزائريه او اجنبيه. فهذا اعتقد هذا السبب. وعنده روايه كشد للقارئ، كشد للقارئ. نعم. يعني بيختصر الروايه في جمله تحت الاسم نعم، عنوان فرعي يسموها للعنوان الاساسي. في كثير من الادباء بيختاروا هذا النوع. لا لا ما لا
ممكن للي عندهم مثلا سيكوال مثلا مجموع اجزاء بالروايه يستخدمون هذا، ومن ضمنها على الشوك. زي كمان في اللي هي الثلاثيه تبعت نجيب محفوظ، قصر الشوق وبين بين السريه. يا اي نعم. بعد ما وصلنا بالروايات اللي مدى يعني كثيره، هي روايه سيره المنتهى عشتها كما اشتهتني ضمن سلسله كتاب دبي الثقافيه، روايه 2084 حكايه العربي الاخير اللي اصدرتها المؤسسه الوطنيه للفنون المطبعيه سنه 2015، روايه نساء كازانوفا وصدرت اخيرا عن دار الاداب ببيروت 2016. طبعا روايه 2084 حكايه العربي الاخير راح نجي عليها يعني نتعرج عليها، لانه صار بها لغط في الوقت في الايام القليله الماضيه، راح نحكي عليها بعدين بعد ان نكمل هاي استعراضنا للكتاب وعن قصه الكتاب هذا. الروايه تحكي لسان حال حسن، او كما تحلو لجدته ان تناديه حسيسن. ايوه انا اول مره اسمع هذا المسمى. عندكم بالعراق في حسن كثير، في واحد يسميه حسيسن؟ لا ما يسمونه حسيسن. يعني هذا اعتقد هذه الحسيسن هي من كلمه التصغير لشيء احسن، مثلا احنا عندنا عباس حسون زي حسن حسون حسين حسون، احنا مثلا عباس يصحوا له عبيس، ايه محمد يصحوا له حميد احمد. ايوه تصغير يعني هيك كذا. اي نعم ممكن. رجل حسيسن هو رجل يشتغل في في العلاقات العامة في وزارة الثقافة الجزائرية، ومختص بالعلاقات الجزائرية الأسبانية. في يوم من الأيام يطرق باب أحد الأشخاص حامل رسالة من صديقه بيدرو دي سيفي اللي هو كان ملحق ثقافي في السفارة الأسبانية في الجزائر، حامل الرسالة. يطرق الباب حامل رسالة هو شخص اسمه فاسكيس دي سيرفانتس داليميريا دالميريا، وهو حفيد أعظم روائي عالمي ميغيل دي سيرفانتس صاحب الدون كيشوت دي لا مانشا، وهو صحفي يعني فاسكيس اللي راح نسميه بعدين دائما دون كيشوت، صحفي إسباني مجتهد قدم إلى الجزائر يتتبع خطوات جده الأول ميغيل سيرفانتس ليجمع آثاره ويكتب عنه سيرة موثقة وعن المغارة التي سجن فيها، سجنه فيها الأتراك بعد أن أسروه في البحر عام 1575، وتحولت بعدها هذه المغارة بمرور الزمن إلى مزبلة. طبعا هو ورا ما طلع سيرفانتس ورا ما طلع من السجن من الجزائر بعد محادثات، وطلع بفدية أخذوه يعني قايضوه بفلوس وأطلقه صراحة، وراها بخمس سنوات أو أربع سنوات كتب رواية العظيمة دون كيشوت. عشان الناس تعرف هذا السبب اللي سموه دون كيشوت في الجزائر، لأنه الحفيد هو بالحقيقة فاسكيس هو حفيد دون كيشوت، وحسيسن دائما يصيح لدون كيشوت ما يصيح لفاسكيس بالكلام وبالسر، دائما يطلق عليه دون كيشوت. سيرفانتس سجن خمس سنوات في الجزائر وأثرت عليه كثير بحياته، والمنطقة اللي انسجن بها مغارة تقع في على جبل، وبعدين بالوقت الحالي صار فيه هناك مكب نفايات قريب من عندها، وهي أول منطقة زارها أخذ حسيسن أخذ دون كيشوت عن مود يشوف الأماكن اللي المكان اللي انسجن بجدة. هذه المكبل النفايات أو البناية الكبيرة يسموها عليها مفرغة الميسر مسير أو هيك شيء بالرواية، ويديرها شخص يعني العبان مثل ما يقول اسمه شفيق، وبالحقيقة هي مو مكب نفايات، هي عبارة عن متحف متنكر. هو
يتاجر بالآثار وهاي الأمور كلها في داخل هذه البناية. أوكي. الرواية سياسية اجتماعية لأن بها جانب سياسي وبها جانب اجتماعي، تنقد الوضع الجزائري من الداخل وتعري الأمراض الحكومية بالدرجة الأولى. أنا أتوقع أنها بتحكي عن كل الوطن العربي. هذه راح نجي عليها بعدين أنا وياك. 90% يعني. طبعاً أنت تقرأ الرواية وتحس حالك هذا الموضوع وليس في الجزائر فقط. متشعب في كل الوطن العربي. والحادثة اللي حدثت اللي دون كيشوت ممكن تحدث لأي شخص زائر لهذا البلد، سواء كان أنا مثلاً عراقي أزور أي بلد آخر، ممكن يحدث لي ما حدث لي دون كيشوت. صحيح. أي. قلنا أنه تعرية الأمراض الحكومية بالدرجة الأولى ومن ثم العاهات الثقافية المسيسة، وذلك عبر سلسلة من الأحداث المتطرفة والتعامل الهمجي من قبل الحكومة وأصحاب القرار في الجزائر تجاه ذلك الصحفي السائح. راح نقرأ مقطع من يصف هذا الموضوع بالصفحة 32 من الرواية، يقول بيها: يا سيدي الكريم، لازم نطلع الرواية هنا بالبي دي اف لأنه هاي ضرورية جدا، أنا استوقفتني هذا الوصف والسردع في هذا الموضوع. صفحة 32 للمشاهد المتابعين عن المودية يعرفون أنه إحنا علشان نحكي بالرواية. يقول: كنت مدركا للشطط الذي ينتظرني مع دون كيشوت وطبيعة مهمتي في ظروف أمنية أقل ما يقال عنها أنها تسير عكس التيار الذي كنت أسبح فيه. يستحيل علي أن أتخيل نفسي في شوارع العاصمة أتجول مع أجنبي وأساعده على معرفة الأماكن وكأن شيئا لم يكن، ولكني على يقين أنه من الضروري في مثل هذه الظروف تحديداً تجاوز حالة الخوف وأخذ الحالة بشيء من الفانتازيا والجنون لامتلاك القدرة على الأقل على مواصلة الحياة والعمل بشكل مقبول. تعرية المدينة أمام دون كيشوت هي بالنسبة لي كذلك إعادة اكتشاف بعض بعدما ضيعت ملامحها الأساسية. الخوف يبعد الشقة بيننا وبين هذه الملامح. هذا الجنون غير المحسوب قد يمنحني مقاومة داخلية جديدة في وسط من اللا معنى والعبث الذي لا شبيه له على هذه الأرض. زين. بعدين يقول يعني موضوعات الرواية تحكي همين على ترهيب المثقفين والصحفيين وهذه الأمور، والشيء بالشيء يذكر أنا عندنا حادثة صارت عندنا بالعراق البارحة. واحد من الصحفيين العراقيين الجريئين والمحللين الاستراتيجيين الجريئين اللي هو دكتور هشام الهاشمي رحمة الله على روحه، كان منظر ومحلل استراتيجي فذ ولماح ومرجع لكل المحل اللي يدرسون أو يحاولون يدخلون في التحليل السياسي خاصة بالجماعات المتطرفة. بسبب رأيه وبسبب صراحته وبسبب كتاباته اختيل البارحة، وهذا يحيلنا لهذا الموضوع اللي قلنا عليه أنه الترهيب المثقفين والصحفيين اللي دا نحكي عليه بالرواية. وراح نقرأ مقطع من عدها بالصفحة 36 أيضا. صفحة 36 يقول: منذ ذلك التاريخ وأنا أعيش مأساة الافتقاد اليومي للأصدقاء، وفي يوم وجدت عند مدخل البيت طردا فتحته بدون تفكير، وإذا به قنينة عطر يوضع على جسد الأموات عادة وكفن أبيض عليه بقع الدم وورقة مكتوبة عليها جملة واحدة: انتظر دونك أيها الطاغوت. أضحكتني وأخافتني كلمة طاغوت. قلت في خاطري: لو فقط يدرك القتلة أي جريمة يرتكبون وهم، ولكنهم لا يدركون. ومنذ ذلك اليوم أخذت الموضوع بجدية كبيرة، وبدت لي لعبة تناسي الخطر لعبة غير مسؤولة. أول شيء قمت به هو تغيير السكن، فذهبت عندها
فذهبت عند حنة اللي هي جدة حسيسن التي لم تكن تنتظر إلا ذلك لترضى عليه حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مزعجة قليلا بثرثراتها وأسئلتها وكذا. فلو إيش انتقل هو من المكان اللي عايش به كان وأجلس عشوية جد بيبيته حسيسن لأنه تعرض للتهديد من قبل جماعات مسلحة في ذلك الزمان، لأنه مواطن صالح. هو مواطن صالح أي طبعا، وشفت شلون كافئه بعدين. yes. أي وصف المكان الذي لا يخلو من التهكم السحري والسخرية من الوضع السياسي. طبعا بالرواية عند راح نأخذ هواية مقتطفات من عدها من يصف المكان بسخرية رهيبة جدا. بالصفحة 37 هاي بعد أيضا يقول ما نستطيع عمله الآن هو على الأقل أن تستغل فرصة وجودك بهذا المكان لاكتشاف معلم قصر الثقافة في انتظار أن تنتهي من الشغل الذي بين يدي، بعدها نذهب إلى البيت. فيجاوب سربان دون كيشوت يقول له جيد وهو كذلك. فهو يقول كلفته الأخضر اللي هو صديقه بمهمة تجول مع دون كيشوت داخل القصر. هناك أشياء كثيرة وجميلة تستحق أن يتوقف المرء عندها داخل هذا الدهليز الأندلسي الموشى بساحة واسعة ومرات متقاطعة تقود نحو فضاءات الفراغ الذي يشبه العدم، وأقواس منحوتة بصفاء استثنائي بلونها الأجوري وشبكات الزليج المخلوطة بأبجديات كوفية مرسومة بدقة. تتسلق الحيطان باستقامة وانتظام نادرين، تنكسر عليها الأنوار القادمة من الشمس من شمس تملأ الساحة طوال النهار قبل أن تنسحب في المساء. شوف هنا التهكم. يقول النافورة التي تحتل وسط الساحة بمائها الذي لا يظهر إلا عندما يكون الوزير موجودا. يعني عندهم نافورة بداخل مبنى الوزارة ما يشغلوها إلا من يكون موجود الوزير. هذا الرياء اللي يعني هو شوف شلون عالجها بطريقة. yes. كان يوصف المكان بعدين تعرج على الحكومة وتأثيرها بالموظفين مالتها وهذه الأمور. في أمور كثيرة تطرقت لها الرواية اللي احنا قلنا شنو قصتها. هذا الشاب اللي جاي يبحث عن أطلال جدة يتحدث فيها عن فساد شركة الأدوية اللي هي من الأمور التي تحدث في بلداننا بشكل شبه يومي تقريبا. نعم. وما تصير يعني ماكو بلد عربي ما تصير فيه هاي حادثة فساد شركات الأدوية والهاي الأمور كلها. وبالحديث عن فساد شركات الأدوية هم راح نحكي على مقطع من عندها لأنه أكو صحفي كتب عن هذا الموضوع وقتلوه ثاني يوم. بالصفحة 77 من الرواية يقول أنا هاي كلها ما كتبت لأنه قلت أقراها من البي دي أف أسهل. إحنا نسينا شيء مهم طبعاً بالبداية أنه نقول الرواية من كم فصل تتكون. بس هسا ما حكيتها هاي ما حكيتش هسا راح نعرج عليها. هي الرواية كلش حبيتها يعني. هاي المرة الثانية أقراها من زمان قريته هاي المرة الثانية. مرات من تقرأ روايات من زمن بعيد في زمن بعيد يعني قبل 10 سنوات من تجي تقرأها مرة ثانية تحس الطعم ثاني للرواية لأنه أنت قرأتها في زمن كان تشكل الوعي اللي عندك وشخصيتك خلينا نسميها الثقافية أو اختياراتك للقراءة تختلف عن هذا الوقت. صحيح صحيح. أنا عجبتني جملة عنده قبل ما تلاقي لك لا شيء يضاهي الوطن ولا شيء يضاهي فقدان الأمان حينما يلفظ خارجه. الحريات التي غابت فغيب أبناء الوطن ولم يعد كلمة إلا لمن استولى على الجزائر فعوقبوا حتى على الكلمة. كلمة قوية جدا. قوية جدا. أنا أيضا مستوقفتني كلمة بعدين راح أعرج عليها بالآخر الرواية. المهم يقول إجابة وزيرنا للاتصال
يعني وزير الاتصالات او وزير الاعلام اللي عندهم الدائمه كلما اغتيل صحفي اصبحت معروفه ومكرره لدى الجميع، لا نستطيع ان نضع شرطيا وراء كل صحفي، وهي اعلان صريح عن الفشل الذريع الذي فيقول احتفظت بمقاله بختي اللي هو الشخص اللي كتب الشخص اللي كتب مقاله عن فساد الادويه الذي يفضح فيها تلاعبات الأدوية، حفظتها من كثرة قراءتي لها من أجل فهم ماكينة الموت بين قوسين هذه الأدوية، مافيا منظمة متسربة في كل الأجهزة تتحكم في العصب الأساسي لتوزيع الأدوية. استطعنا أن نتحصل على قوائم المتعاملين في هذا الحقل الحساس وعلى المتحكمين في خيوط هذه التلاعبات، من البواب البسيط إلى المسؤول الذي يقع فوق كل شبهة. الشيء الوحيد المؤكد هو أن القوائم ستنشر قريبا على أعمدة صحيفتنا وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والمدنية كاملة. يومان قبل نشر قائمة المتورطين في شبكات الأدوية ولن تنشر أبدا، يقول بين قوسين وجد بختي ميتا حرقا في بيته. في اليوم نفسه تم تسريب الدعاية التي تقول بأنه بسبب إرباكات نفسية كان يعاني منها أحرق نفسه تاركا رسالة ورائه يؤكد فيها مسؤوليته في الانتحار لأنه لم يستطع أن يتحمل وضعية نفسية مثل التي يعيشها والتي لا يستطيع أن يصرح بتفاصيلها. مبرر مثل هذا كان عاجزا عن إقناع الناس الذين عرفوا شخصية بختي. بختي لم يكن طفلا يكسو جسده بالنار لأنه هو نفسه كان شعلة حكيم يخرج كتابه في اليد والبصر مرمي باتجاه الأفق اللامتناهي، ينزل كل صباح من بيته قاطعا 12 طابقا التي تتكون منها البناية الرمادية التي أحنت ظهره من كثرة الصعود والنزول باحثا عن الكلمات التي يركض وراءها مثل صياد الفراشات مسحورا بألوانها الجميلة، يعوضها بكل فخر مصرح مع ابتسامة صغيرة إنها حصيلته اليومية من الألوان. وراح الرجال وما من نشر التقرير، بس هو يعني ما تحاسب ذول الأشخاص اللي كانوا مسؤولين. وهذا الطبيعي محمد، هذا الطبيعي، هذا طبيعي جدا. إيه بس إحنا يعني لازم نذكرها، هذا النورمال. يعني أنا حتى طبعا بنرحب بضيوفنا جميعا. بقول لك طبعا خالد بيحكي شكرا على تعريفنا مثل هذا الكاتب وسبدا بقراءه الروايه هذا المساء، اهلا وسهلا فيك يا خالد. مثنى بيحكي يسعد مساكو. لما بتحكي طبيعي النوافير بس للوزراء، يعني هذا شيء طبيعي يعني. اي طبعا طبعا الوعي يختلف بكل سنه. مثنى بيحكي روايه من العيار الثقيل الحقم. فهمك الروايه واسقاطها على الواقع يختلف مع الزمان، صحيح؟ اكيد، بالتاكيد طبعا. ولذلك انه انت الروايه من تقراها هسه وتتذكر انت قريتها قبل فتره طويله ما تحس بنفس الاحساس اللي قريتها في ذاك الوقت، صحيح؟ المثنى قارئ له عدة روايات أخرى. خليكم معنا، إحنا خلال ثواني حنرجع لكم. The world is searching for change. An alternative to toxic consumerism. And a solution to growing landfills. Because it's a habit to buy new. While the old is forgotten. Well, change is here. Change is sharing what we own with others. Change is Rockefeller. رجعنا لكم مرة تانية. محمد، الرواية يعني زي ما حكينا من الروايات اللي جدا يمكن إسقاطها على أي واقع عربي أو حتى الدول اللي بنحكي القوانين فيها. نقدر نقول دول العالم الثالث أو يعني يس إذا ممكن. نسميه عالم الثالث. إيه ممكن. يعني في جملة أنا استوقفتني، معلش بدي أحكيها. بقول لك الخراب قد يقودنا أحيانا إلى معرفة أنفسنا بعمق أكثر. نعم. ها
هذه الصفحة 142 أعتقد. نعم. المدن لا ذنب لها. فعلا احنا بنلوم دولنا وبنلوم، بس مين اللي عايش في هالدول؟ الجلوب سواجي ها؟ يب. انا مقتبس هذه الاقتباس، قلت اريد قلت لك قبل شويه، قلت لك انا عندي اقتباس او مقوله. تفضل. طيب يلا يلا انا بستنى. هي نفسها انت كمل نفس أوكي. اللي تتكلم عنه انت هسه مال المدن لا ذنب لها، كلش استوقفتني انا عن جد. يعني هذه فعلا جمله كبيره محمد، المدن لا ذنب لها. ليش احنا بنلوم المدن؟ ليش بنلوم الدول؟ هاي المدن والدول مين هي؟ انا وانت وصديقك وصديقي واخوك واخوي، وطبعا الحكومه. يعني احنا بنحكي هذا بشكل عام، بحكي هو المدن لا ذنب لها، فهي دائما ملتقى الالوان اللامحدود والجمال الاخاذ. الناس هم الذين يخربون كل شيء بحقدهم ومصالحهم الصغيره، ويحولون الحدائق الى مقابر نعم. كل شيء مرتبط بالتربية التي يتلقاها الإنسان ببساطة، يمكن أن نجعل منهم عشاقاً لمدنهم أو قلة يمحون كل أثر للحياة. صراحة يعني جملة عميقة ومكثفة وفيها اختزل واقع. شو أقول، 18 دولة عربية خلينا نقول. صحيح. أنا معلش أخذت هاي الجملة، بس هي جملة فعلا استوقفتني. بالعكس أنا قلت لك الجلوب سواجي، أنا هذه الجملة أيضا استوقفتني وعدتها مرتين، ثلاث مرات عدتها. على المود يعني مثل ما يقول لك ظل رأس خفي ذهني. هو شوف يعني حتى في مكان لما يعني بيحكي عن شراء الكتب للزينة، يعني هذا إحنا البرنامج اللي بنحكي فيه إنه ليش لازم الكتب تكون عندنا ونقرأ الكتب. طبعا هو بيحكي في احد الاماكن بيقول لك كيف هدول الاغنياء والوزراء بيشتروا الكتب بس عشان يحطوها على الارفف انه عندهم كتب مجلدات، بس هي فقط للزينه يعني. والاثار ايضا اللي هي موروث حضاري وثقافي كبير ايضا حطوها بس انه انا والله عندي مجمع اثري وانا مجمع الاثار. دون كيشوت رواية يقول له يا معود هذا المغارة مال سيرفانتس لو عند أي دولة تحترم ثقافتها وتحترم هذا يجيبون منها ملايين، ما تصير مكب زبالة، ما تصير مكب زبالة، ملايين يجيون من عندها، لأنه هذا الشخص سيرفانتس أحدث يعني نقلة بالأدب ومرجع لكل الكتاب الأوروبيين قاطبة. ماكو كاتب أوروبي كتب رواية إذا ما متأثر بسيرفانتس. صحيح. مستحيل، وخاصة دونكي هذه الرواية مالته دونكي شوت محارب، كلنا قريناها وعرفنا يعني هي واقعية، لأنها واقعية يعني واقعية، وفيها هذا الإحساس اللي إنه الإنسان إيش قد ما يكون عظيم ولكنه ضئيل جدا، مهما يكون عظيم فهو أمام هذا الكون فهو ضئيل جدا. يعني أنا بعرف إنه هذا الكاتب كتب معظم رواياته عن الحب والرومانسية، بس عن حب الوطن اللي احنا بنحكي دائما يعتبر من اكبر الهموم لاي كاتب. يعني الاصوات اللي بالروايه قلنا هي نرجع للروايه ونحكي عليها شويه. ثلاث اصوات بالروايه، هي روايه البطل السارد حسيسن، وروايه دون كيشوت اللي هو حفيد سيرفانتس، وصوت حنه جده حسيسن. راح نقتبس شغله من صوت دون كيشوت، راح نقرا شويه من الصوت اللي كتب بالروايه بالصفحه 28 يطلع هو دون كيشوت يتكلم، يقول هذه يقول أحب رؤيتكم للأشياء، وهذا يطمئن على الأقل أنا في الخدمة متى تحتاجني. يقول الذي أراهني أكثر هو أني أستطيع أن أقول له كل ما يملأ قلبي. الجميل في دون كيشوت
يقول أنا كما قلت لكم أنا منحدر من عائلة سيرفانتس، ووالدي جعل من المحافظة على ذكرى هذا الشاعر التائه رهانه الحياتي، وكان يرى في المنقذ لهذا الرهان بالإصرار المستميت على تحويلي بالقوة إلى أكبر كاتب شعبي في القرن، وكأن المسألة مرتبطة فقط بفعل الإرادة، للأسف بالنسبة للأب ولسعادتي وسعادة القراء ربما. سرت في طريق آخر موصل إلى جدي، ولكنه يختلف عن طريق والدي، إنها الصحافة. والدي ظل يصر إلى آخر يوم من حياته بأنه يمكن تجميع الاختصاصين الصحافة والكتابة. لم يتوقف يوما عن محاولاته اليائسة لإقناعي، المهم أنك تملك مثل جدك البذرة السحرية للكتابة. يقول ميغيل لم يكن نبيا، لم يمنعه ذلك من أن يكون كاتبا عظيما ومحاربا استثنائيا، ومنذ سنتين عاد إلى هوسي فكرته واحدة تسكنني، كيف أجد الطريق إلى ميغيل؟ ميغيل هو جدة، نعم، هو سيرفانتس الاسم الأول إله، دون المرور على طريق الوالد. وفي يوم من الأيام صممت أن أعبر كل تفاصيل حياته، وقلت في خاطري أفضل الطرق هي اختفائي كل خطواته والقيام بنفس السفريات التي قام بها وزيارة كل المدن التي زارها حتى أقترب بشكل أعمق من أحاسيسه وخوفه، وإذا أمكن اكتشاف مفاتيح المدن التي أحبها ووفرت له الحماية والمحنة التي لمسها في أعز ألوانها. هذا كان صوت الكاتب دون كيشوت بالرواية، صوت دون كيشوت بالرواية. صوت حنا طبعا تحكي على أهلها وشون بعدها تنتظر واحد من أجدادها القشتاليين من غرناطة، هي أصلها شلون تنتظرهم وكذا، وهاي السؤال يعني امرأة عايشة بحنين كبير. الصفحة 48 قبل هذه ضروري جدا أنه نقول شنو الصوت اللي هي يعني نقتبس من صوتها من الرواية. حنا يا سيدي تقول تحكي ويا دون كيشوت، تقول أوف يا بني قصة طويلة، قبل التوشيم كانت الصبايا تصعدن عشقهن العالي برش العطور المهيج على أسانك عميق سحر اللحظة قوة وعنفا، كنا يتعشقن أكثر العطور قوة وعنفة مثل المسك وعنفا مثل المسك والعنبر وورق الورد والرند والقرنفل ونسغ الخشب للتخفيف. كان البعض لا يتوانى عن سماعهن كل الخرافات، حذار الوشم طريق نحو جهنم يغضب الله وملائكته، هاي الأمور اللي عرفناها على هاي، سيلدغ الوشم جسد المرأة بعدد لسعات الأبرة. في زماننا كانت الوشامات تعدن على رؤوس الأصابع ونادرات جدا، وإلى آخره من الكلام اللي تحكي عن شون أخذت هذه الوشم، شون صار على أيديها، تشرح له بصوتها هي في الرواية. ويظهر هم صوت جانبي طبعا، صوت السائق اللي كان يقلهم داخل المدينة كريم لودوك، صوت ثانوي بالرواية. نرجع على الرواية ونقول هي شون اللي ما فاتنا عنها أنه من شنو تتكون. تتكون من 5 فصول موزعة على 216 صفحة. نعم. والفصل الأول لما تقرأه هو منطي مقدمة عن كل فصل. مثلا الفصل الأول يقول لك يتحدث هذا الفصل عن مغامرة حسيسن الغريبة التي احتفظ بالجزء المهم منها لنفسه حتى لا يثير الأحاسيس الرهيبة وغضب رهيفة وغضب الآخرين، أو بكل وساطة لأنه خاف من عملية اختطاف مدبرة، كما يروي في هذا الفصل قصة وصول دون كيشوت إلى الأراضي التي زارها جده الأول ميغيل سيرفانتس قبل أن يندثر هذا الأخير ويتحول إلى تربة، وانشداد دون وانشداد دون كيشوت الطفولي إلى قصص حنة عاشقة الأشواق الأندلسية الضائعة. بالفصل الثاني اللي اسمه خراب الأمكنة يقول لك يحكي هذا الفصل ما وقع على حسيس ورفيقه في مفرغة وادي السمار، هذه المكان اللي قلنا عليه اللي يستخدم لغرض غير مكبن النفايات، والأسرار الخفية التي كشفها لهما شفيق
سارق الآثار المحترف ويحتوي الفصل أيضا كذلك على الرحلة الكاملة التي قام بها دون كيشوت صوب مغارة سيرفانتس التي أكلتها النفايات وفيلا عبد اللطيف قبل أن يقع في الأسر على يدي الرجل الغامض والمتنكر وراء نظارتين سوداوين. فصل الثالث اسمه ناس من تبن، قصة حسيس وهو يكتشف جنسا بشريا من نوع جديد، ناس من خيش وتبن يشعلون النار ويخافون من حرائقها وضياعه الكبير داخل دهاليز الخوف والموت. فصل الرابع اللي اسمه العودة، يتناول عودة حسيس إلى مقر عمله منهكا وخائبا والأخبار المتضاربة عن الأسير دون كيشوت وتفاصيل قصته مع سيدة الأنفاق زريد وهاي الأمور كلها. كما يتناول الفصل بالذكر قصة زكية سكرتيرة خاصة وزير الثقافة التي لا تتوقف أبدا عن تحريك لسانها الحاد في كل الاتجاهات داخل الجروح المفتوحة والمدمار. وهكذا كل فصل ينطي عنا نبذة عن مدى القارئ يعرف. هو عملها ثلاث فصول، أنا بدي ألخصها بثلاث محاور. أي. عذرني. محور سياسي ومحور ثقافي ومحور اجتماعي. نعم. المحور السياسي بيحكي عن الفساد في الوزارات والواسطة والمحسوبية والترقية كيف بتصير والتوظيف. طبعا غياب الدولة وكل واحد بيعمل اللي بده إياه. وطبعا بتكلم هو عن هدم بعض التماثيل من بعض الناس اللي كانوا متطرفين بيخربوا سياسيا بهذا الموضوع. ثقافيا حكى عن موضوع حرية التعبير والثقافة والصحافة. حكى عن تجارة الآثار which is فعلا مشكلة كبيرة في بعض الدول العربية. وحكى أيضا اجتماعيا عن موضوع التعامل مع الأجنبي، كيف الأجنبي بدولنا له رونق آخر في التعامل معه. حكى عن موضوع حكينا شراء الكتب وضعها فقط للزينة والآثار اللي هي موروث حضاري. في مكان هيك استوقفني لما أهدى اللوحة النادرة من المتحف الوطني للأجنبي هذا، فالأجنبي حكى له هذه لو تعرف قدرها يعني إنها ثمينة كتير هاي اللوحة النادرة، وأنا هاي ستجد مكانها في المتحف في دولتنا. دولتنا صحيح. فيعني عشان يورجيك قديش الناس للأسف بتقدر هذا الشيء وإحنا في إسقاط في يعني. تسفيه لهذه الأمور هنا. يعني مثلاً تقول له والله هذه آثار هذه كذا، يقول لك يا آثار نبيا حال. صح. أول يقول لك إحنا نبيا حال. قديش آثار نهبت من العراق ومن مصر. طبعاً. طبعاً. يعني بتروح على المتاحف الكبيرة في العالم بتلاقي الآثار العربية موجودة وكلها. المبكي المحزن المبكي بالموضوع إنه إحنا كنا نستخرج هذه الآثار بيدينا والعمال اللي ينقبون كلهم هم من نفس البلد، ولكن الحصيلة يجي هذا المستكشف الأجنبي أو المنقب الأجنبي يأخذها من عندهم وينطيهم فلسان ويروح يأخذها يبيعها بآلاف وملايين الدولارات في ذلك الزمان. المهم هو هذا أمر موجع جدا. نعم. إيه. يعني هذه الرواية مالتنا اليوم كانت، وأعتقد رواية سلسة كانت جدا وفيها يعني انتقالات وقطعات يعني صغيرة بس ما يضيعك من نسق الرواية. نسق الرواية كامل وحلو ومرتب ويأخذك من البداية إلى الوسط إلى الصراع إلى الذروة إلى الحبكة وبعدين الحل من ينطيك بالأخير يقول لك هذا الشخص هذا الشخص اللي عفوا اتهموه بأنه جاسوس أخذ جزاء اللي هو حسيسن أخذ جزاء بأنه عاقبوه، والشخص السربانتز دون كيشوت اللي اتهموه بأنه هو جاي يخرب الآثار وكذا وهاي الأمور، بعدين تدخلت السفارة وطلعتها بالتي هي أحسن مثل ما يقول لك إسبانيا. إيه جميلة المقاربة والفكرة اللي هو شوف شلون وظف الفكرة المغارة اللي عنده اللي عندهم بالبلد، شلون وظف فكرة المغارة وشلون وظف
فكرة أنه يستعير دون كيشوت وحفيده بتوظيفه بالرواية، رائع جدا يعني، فكرة جديدة وحلوة وبيها هواية كثير معانا. أنا استمتعت، اللهجة الجزائرية حلوة بيها، تخليك تعرف شوية كلمات وكذا من سياق الحديث، جميلة جدا. يعني انتقاء جيد بعتقد محمد، شكرا إلى كل الكاتب يعني من الكتاب اللي نفتخر بهم، له إنجازات كبيرة وروايات كبيرة، والكتاب نفسه والرواية اختيرت من أحسن الروايات اللي حكينا عنها. أعتقد أنه يعني أبدعت في الاختيار، شكرا لك. واللي ما حضر الرواية ممكن يلاقيها على الجوجل درايف على مكتبة كنار، موجود الرابط في الوصف، يدخل ويقرأ الروايات السابقة كاملة، والرواية اللي حيحكي عنها محمد الآن للأسبوع القادم. تفضل محمد. الرواية اللي اختاريناها من راح تكون من فلسطين للكاتب مريد البرغوثي، وكاتب مهم جدا وغني عن التعريف طبعا. الكتاب الرواية اسمها رأيت رام الله، رواية رائعة جدا، تقديم رائع جدا من مثقف فلسطيني مختلف آخر اللي هو المرحوم إدوار سعيد. رواية جميلة جدا، لمن تقروها راح تشعرون بالمشاعر هواية جيد، ميكس من فيلينجز يعني، خليط من المشاعر راح يعني تنتابكم بقراءة الرواية. إن شاء الله يكون اختيارنا يعجبكم وتقرون الرواية وتشاركونا بها إن شاء الله بالأسبوع القادم. رواية حلوة، مو هواية، 200 وكذا صفحة، مثل رواية نفس عدد صفحات رواية واسين العرج. ومريد البرغوثي كاتب مهم جدا 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 جدا، زوجته اللي تابع أمير الشعراء وتابع تميم البرغوثي اللي أبدع بكون ابنه لمريد البرغوثي. زوجته كاتبة مهمة جدا، وزوجته يس نعم. زوجته من مصر. أي نعم. يب. فلازم تقرأوا الرواية. أجين الرواية موجودة على الرابط اللي موجود تاني كومنت مكتبة كنار. الرواية من الروايات المهمة، رأيت رام الله، يعني نتوقع أن إن شاء الله راح تعجب. العنوان يشد. يس. العنوان يشد. وأجين نحكي اللي بيقرأ الرواية خلال الأسبوع هذا بحب يشاركنا الأسبوع القادم بأفكاره، سواء بوجوده بالاستوديو. لما أنت وعدتينا مثنى، إذا قرأت الرواية تحب تكون معنا بنتشرف فيك. خالد دائما أنت من المتابعين الناشطين، بس بتقرأ الرواية بعد الأسبوع. بالمناسبة دكتور، أنا أريد أشكر مثنى اللي صديقنا، هو كاتب عراقي أيضا، أشكره لشغلة واحدة، أنه فرق التوقيت بينه وبين العراق حاليا الساعة 3 بالليل، وهو جالس ويتابعنا ويتفاعل ويانا ويبدي آراء حلوة، يعني أشكره جدا لمتابعته وحرصه دائما على متابعة كنار وبرامج كنار رغم فرق التوقيت. الله يعطيه العافية. الله يعطيه العافية. مريد البرغوثي راقي جدا. أجين لما ومثنى وخالد، الكو دعوة خاصة، أي واحد منكم بيخلص الكتاب قبل الأسبوع القادم يتواصل معي عشان أبعت له. خالد موجود أيضا دكتور، لازم فد يوم نسوي يعني نستضيفه يحكي لنا على تجربته الفنية. خالد فنان ورسام. أوه يس. يعيش في الولايات المتحدة. أنا تعرفت عليه عن طريق صديق مشترك في الفيسبوك، صديقنا عمر عودة وصديقنا علاء، فشخصية حبوبة و نتشرف. سوى رواية أعتقد قبل كم يوم، نشر على صفحته بالفيسبوك لوحة من وحي هذا الحجر الصحي. أوكي. عن كتاب وفتاة. هي اللوحة سماها كتاب وفتاة أو فتاة أو هاي شيء. لوحة جميلة جدا، تحمل ألوان وانطباعية حلوة جدا. فعنده حس فني رائع جدا فنان خالد. أنا حضيفه عندي. ان شاء الله وانا حتواصل معاه ان شاء الله. لازم احنا ذول الطاقات الشابه اللي عندنا لازم تطلع على للناس والناس يعرفون بيهم طبعا بكل مكان،
يعني مثلا هو معروف في ولايته وفي امريكا ولكن لا يجب ان يظهر، ومعروف في الوطن العربي وفي العراق لكن يجب ان نظهر لجنان الناس. لازم نسلط الضوء على طاقاتنا الشابة العربية الموجودين هنا، في كثير هواية شباب. كنار شاشة كنار راح تكون اعتقد منصة نظهر بها المواهب العربية الموجودة هنا الدفينة حقيقة، واللي ما حصلت الضوء عليها. أكيد أكيد. إن شاء الله. منبر للجميع يعني. إن شاء الله إن شاء الله. زي ما أنت حكيت صوت العرب فعلا من كندا، فإن شاء الله يكون صوت العرب من كندا. كندا إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، شكرا محمد، كانت حلقة جد رائعة. أدامكم الله، وذكركم كتاب الأسبوع القادم رأيته رام الله جدا جدا مهم جدا مهم، يعني كتاب أعتقد أحلى من هيك ما في. نذكركم بحلقة اليوم الساعة 9 مساء حتكون مع الشاب السوري الذي قدم إلى كندا 4 سنوات سابقا، طارق هدهد، الذي أسس شركة Peace for Chocolate، وهذا الشوكولات تبعه والشوكولاتة وصلت ناسا وأطلقتها إلى الفضاء. فكونوا معنا مع حلقة وقصة رائعة لطارق هدهد. السلام عليكم. سلام.